تاريخ كرة القدم مليء بالأساطير وكل له محبيه وأنصاره، وهذا ما يميز كرة القدم ويجعل الشغف بها الأكبر دون نقاش. وإليكم بعضا من أبرز التصريحات النارية لعدد من مشاهير الساحرة المستديرة والتي قيلت في الحقبة الماضية. الساحر البرازيلي رونالدينيو قال عن زيدان: عندما خسرنا أمام فرنسا في دور الثمانية في كأس العالم بألمانيا 2006، كنا نشعر طوال المباراة أننا نلاعب زيدان وحده، فقد أعطى درسا في قيادة الملعب بأكمله. والأسطورة اليوفنتية الحية ديل بييرو عندما تم سؤاله عن مقارنة مارادونا وبيليه ضحك وقال: مارادونا أفضل من كرة القدم نفسها. أما مدرب ليفربول يورغن كلوب فقد أثار جدلا واسعا في عالم كرة القدم الحديثة عندما أطلق تصريحه المعروف: على هاتفي توجد صورة سيلفي واحدة وقد كانت مع ميسي، كريستيانو كان في ذات الغرفة آنذاك. ديديه دروغبا أسطورة تشيلسي كال المديح لكريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال بعد تألقه في كأس العالم 2018 بقوله: إنه لاعب متكامل يسجل بالرأس بالقدم اليسرى واليمنى، في الحقيقة إنه أفضل مهاجم في العالم بالوقت الراهن. أما رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز فقد طغى عليه سحر لاعب التنس رافائيل نادال إلى درجة أن قال: الرياضي الإسباني الأفضل في التاريخ هو نادال، هذا ليس بسبب دعمه ريال مدريد، فتقريبا كل الرياضيين العظماء يشجعون ريال مدريد.